السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد. هنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد وركس. المشروع شغالين فيه بعنوان نقل جوينت، ودرس تالت فيه بعنوان بن. هبدأ أرسم البن وهنشوف بيترسم إزاي معانا إن شاء الله. هاجي أرسم في الفرونت بلان أو في توب بلان، أقول له سكتش. هبدأ أرسم دايرة قطرها 30 كده، قطرها 30. اقول له اكزيت سكتش، واقول له اكسترود على 115 120، اكسترود على 130، اقول له صح. بعد كده هاجي ارسم من فوق هنا، هرسم دايرة كبيرة تانية، اقول له سكتش، وارسم دايرة كله سمارت دايمنشن، يعني قطر الدايرة دي 45، كله سكتش اكسترود على 15، كله صح. وبعد كده اعمل فيلت للفوق على ريديوس 3، كله صح تمام كده. طيب حاجة بس اعدل الاكستروجن بتاعي، ده خليه 125، لا مش ده، 125 تمام كده. هاجي بعد كده اعمل ايه؟ هاجي اعمل اعمل رفع جيومتري بلان، احدد بلان يوازي البلان ده تمام على بعد 119. بالمنظر ده كده واقول له صح. لا مش هيبقى كده بقى. ممكن اقول له رفرنس جيومتري بلان، حدد بلان يوازي البلان مثلا الرايت بلان مثلا كده، واقول له صح، واعمل سكتش عليه، واعمل دايره اللي هيدخل فيها البن، دايره هنا كده، واقول له سمارت دايمنشن ان قطر الدايره دي الار بتاعها الفاي بتاعها 7، القطر بتاعها 7، والمسافه من هنا لهنا هي بقى دي 119 تمام كده، والمسافة من هنا لهنا 15، والمسافة من هنا لهنا هي كده مظبوطة خلاص. وأقول له بعد كده اكزي سكتش اكسترود كات ثرو اول، وأقول له صح. بعد كده هخفي البلان ده، أقول له هايت، وهعمل انسيرت فيتشر دوم، ممكن اعمل دوم لده على 5، اقول له صح كده. معايا شكل البن بتاعي، هبدا كده سيفه بعنوان بن. وده كده كان الدرس التالت معانا. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك لورن سودورس ارك، وارقام التليفونات والايميل موجودين على الشاشه. شكرا، الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.